أولا عشان نتكلم على الأكل في رمضان، ده شهر صيام. شهر صيام ده يعني المفروض إن إحنا بنقلل الأكل فيه، المفروض في نهاية شهر رمضان إن وزننا يقل. مش هو ده، هو ده كله مش بيطلع زايد للأسف. مش شهر الأكل ده، شهر الصيام. ده أنا كمان ما قلتلكش على الحلويات، يعني أنا قلت أخلي بس خلينا نضم الحلويات كمان مليانة سمنة. إحنا بنقول إنه في غذاء صحي، سواء اللي عنده أمراض في القلب أو اللي ما عندوش أمراض في القلب يمشي عليها. أولا الفطار، أنا بنصح إن نبتدي الفطار بطبق شوربة دافية. ده بيعد المعدة اللي بقالها عدة ساعات طويلة مفيش أكل، بيعدها لعملية استقبال الأكل والهضم. في نفس الوقت بتفتح الشهية، وممكن في بعض الأحيان نحن نبتدي الفطار على كام تمرة منقوعين في اللبن. دي برضو بتبقى من الوجبات الكويسة. ونحط عليها عسل نحل. دي برضو التمر ليه فوائد كتير طبعًا. والعسل ليه فوائد كتير مع اللبن. وبعدين نبتدي بقى الوجبة تبقى متوازنة، فيها بروتينات وفيها طبق خضار. وبالإضافة لكده، وإحنا لسه الشيف كانت بتعمل لنا طبق السلطة. أيوة. وده من الحاجات المهمة جدا في مش رمضان. ترسي يعني، مش مخلل يعني. طبق السلطة، طب ما أنت أصلا جعان يعني. طبق السلطة اللي هي قدمته ده ممتاز جدا، ولكن أنا بس بنصح إن بلاش المايونيز كتير. هي الشيف هنا قالت لنا ممكن نحط زبادي عشان ما يبقاش مايونيز كتير. نحط زبادي بحيث إن هو ما يبقاش مايونيز كتير. بالإضافة بقى زي ما حضرتك قلت إنه لازم يبقى موجود بدل من المخللات المليانة المخللات طبق المخلل بالنسبة لمريض القلب خطر جدا.